ملثمون يتقدمون الظواهر بمسيرة تجوب محيط وزارة الدفاع. جابت مسيرة تضم العشرات من المعتصمين يتقدمها ملثمون بغطاء أسود على الوجه رافعين الأعلام السوداء بمحيط وزارة الدفاع، يحيطون بالشيخ محمد الظواهري الشقيق الأكبر للشيخ أيمن الظواهري زعيم القاعدة. الأعلام السوداء دي لا ده كلام خطير، ده ما يتسكتش عليه. دي أعلام وتجوب المسيرة، الأعلام السوداء دي بتاعت القاعدة، تجوب المسيرة من بداية اللجان الشعبية بميدان العباسية مرددين هتافات حاكم حاكم بإذن الله بالروح بالدم نفديك يا إسلام، يسقط يسقط حكم العسكر، الظواهري قال لله الجهاد عرف الله. يا علاوة. كما يعني تجوب مسيرة تضم شبابا مستقلين محيط وزارة الدفاع للمطالبة بدعوات لجمعة النهاية لإسقاط الحكم مرددين هتافات يا شهيد نام وارتاح. وإحنا هنكلم يا جماعة كلام خطير جدا جدا جدا. إيه المقصود بعد هذا الكلام لما نسمعه والدكتور لسه بيقول من شوية عاوزين الناس تنضم وترجع للتحرير؟ يا جماعة دي بلد مسلمة. هو حد يعني ما زال التصميم لا زال التصميم على وزارة الدفاع عشان القاعدة دي خطيرة عشان تبقى نهاية للقوات المسلحة، هم عاوزين يوصلوا للنهاية. محدش يقدر، هو ده اللي بنتكلم فيه. الاحتكاك يبقى هيحصل، محدش هيقدر. انا بقى اجزم لك، لا بس بقول لك يا استاذ الاحتكاك فظيع. طب ولو حصل، لو حاولوا وحصل انهار دم يا اخي يا سيدي، انهار دم ازاي؟ ايوه ايوه هيخش وزاره، هيخش دم بالنار يا بيه. انا كنت قدام وزاره الدفاع، وزاره الداخليه يا بيه، كنت قدام وزاره الداخليه يا دكتور جورج، ما تهيجوش قدام وزاره الداخليه يا ولد. كلام الاستاذ هنا في حاجه بس تنبيه، اللي هو تيسير الاستاذ سعاده، اللي هو تيسير الملثمين ليه لافين وشهم باسود مش عايزين يتعرفوا هم مين. أيوة. ومعاهم بتاع القاعده، علم القاعده، وبيلفوا حوالين وزاره الشيء. لو حاولوا ان هم يقتحموا هيبقى في كلام اللي احنا بنقوله. أيوة. انا قلته في البدايه يا دكتور. احنا مش عايزين يعني احنا بنحذر ده ان يقتحموا. والاستاذ جورج قال كده، احنا بنحذر من الاقتحام، مفيش حاجه اسمها اقتحام، لازم حد يوقف. ده رمز الدوله يا دكتور، احنا مجمعين على هذا يا دكتوره. ده اللي انا قلته في البدايه ازاي يا جماعه؟ ايه المناظر الجديده؟ بصي ده علاقه تاليب الثوره. هناك مخطط لاستفزاز القوات المسلحه علشان يتقال القوات المسلحه قتلت الشعب، دول هيقولوا عليهم شعب. هو هذا اللي احنا طالبينه، وجايين من القاعده دول يعني. اللي احنا يا دكتور، هو ده اللي انا قلته في البدايه، هم عاوزين احتكاك بالحكمه. يعني النهارده ناس دخلوا علينا دلوقتي الاستوديو وماسكين اسلحه، وانا معايا اسلحه ما دافعش عن نفسي يا اخي. وزاره الدفاع انت هتستخبى تحت الكرسي يا استاذ. انا تحت الكرسي على طول. يعني لا 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 يا دكتور، سعاده الرئيس يا جماعه احنا بندفع دفعا دلوقتي. لا انا عاوز بس اقول سعادتك بس حاجه، عنوان الاخبار اللي قال مصر على حافه الخطر، مصر على حافه وبالفعل كده مصر على حافه. يا دكتوره انا في البدايه قلت ان المقصود في خلال الفتره اللي جايه احتكاك بالقوات المسلحه عشان يحصل الاحداث عشان البلد تضيع. يا واحده بقى، القوات المسلحه ومجلس الاعلى والجيش ده شيء عظيم وكبير وقوي، يوقف الناس دي عند حدها بقى، يضربهم. الله، يبقى هيحصل ضرب، يبقى هم اللي قتلوا الشعب، يبقى الشعب هيحصل. هو ده اللي بنتكلم فيه. هنطلع تاني يوم نقول القوات المسلحه موتت الشعب. لو سمحت بس، يعني لو عمل كده سيبوهم بقى. لو سمحت بس، القوات المسلحه ظلمه، دول موتوا الشعب، دول الشباب موتوا الشباب. يا استاذ الحاكم هو اللي عنده المسؤوليه وعنده الحكمه وعنده معالجه الامر، بالراحه علينا ما تخوفوش الناس. ماذا يفعل؟ لا لو انت ماذا يفعل الخط؟ انا اقول له ماذا يفعل؟ دخلوا علينا دلوقتي، انا باجهزته وبتاع وكله، اقول له ماذا يفعل؟ استاذ علاء وبعدين الدكتور دلوقتي هذا الكلام الخطير، هذا الكلام الخطير الذي استمعنا اليه. بس انا بقول الحقيقه، اولا يجب ان نتحقق اذا كان محمد الظواهري معاهم فعلا ولا مش معاهم فعلا، لانه كل الاحتمالات مفتوحه. احتمال دول يكونوا مدسوسين، ايوه هو معاهم مع الملثمين دلوقتي، ولا دي صوره قديمه؟ صوره جايه دلوقتي من صورة. من العدد محمد الظواهري. هذا الامر يقتضي ما يلي، انه جميع الثوار والمعتصمين ينسحبوا الان فورا، الان فورا، حتى ينكشف هذا فورا، حتى ينكشف مخطط. تابع يا دكتور جورج، ما احنا عايزين كلام، خليك كلام. لا بيصحى، قلنا كلام
في التحرير. خليك اعمل كلام كلام مهم جدا. فإذا ما انسحب الثوار ينسحبوا الآن فورا الآن حتى تنكشف هذه العناصر التي أتت من الخارج ويصبحوا بمفردهم في مواجهة هذا. يعني احنا ما كنا في التحرير كنا بنقول الثوار يجوا كده عشان نعرف مين البلطجية. ما كانش حد. فدلوقتي الثوار عليهم الانسحاب فورا من محيط وزارة الدفاع والتراجع إلى ميدان التحرير حتى تظهر هذه الفئة التي تبغي دمار مصر وحتى يسهل التعامل معها ولو بالعنف. أنا بقول بمنتهى الصراحة عشان ما نلفش هذا العنف الآن هو حق من حقوق الدفاع الشرعي عن الدولة وعن الوطن. احنا معاك دكتورة. على فكرة الدكتور محمد موجود وجورج بيه موجود. قلنا الكلام ده لما كانوا عند وزارة الداخلية انسحبوا الثوار في قلب الميدان وسيبوا الناس اللي هم عاوزين يحرقوا عشان يتشاف. أنا عايزة لما يمشوا يهتفوا يقولوا بالروح بالدم نفديك يا إسلام. كلنا نفديك يا إسلام. بس مش ليه؟ بالصورة دي هم المسلمين لوحدهم. مش بالصورة دي هو في إيه في مصر؟ هو طبعا احنا اتفضل يا فندم. احنا دلوقتي في أي مواجهة، مش هقول أي معركة، في أي مواجهة في كردونات، كردون أول كردون تاني كردون تالت. فكيف نسمح إن الكردونات دي احنا مثلا وانا مروح انا بروح بمر من شارع الخليفه المامون، في بدايه شارع الخليفه المامون من ناحيه ميدان الاسماعيليه في مدرعه واقفه من زمان قوي، ده كردون. ومن الناحيه الثانيه اللي جاي من مصر الجديده وعاب في كردون ثاني، بعدين قدام المبنى نفسه. وبالمناسبه هو ده مش مبنى وزاره الدفاع، ده مبنى القياده العامه للقوات المسلحه. وزاره الدفاع في شارع الطيران في مدينه نصر بين شارع الطيران وشارع احمد تيسير. مش لازم نقول فين يعني، اللي اسمه على اسم حضرتك. ف مبنى القيادة العامة من جميع الأماكن حتى من قبل الثورة، لأن الثورة قامت بالاستيلاء على هذا المبنى. ثورة 52 قامت بالاستيلاء على هذا المبنى، وبعدين محصنة من كل ناحية بالكلية الفنية العسكرية اللي هي كانت زمان الكلية الحربية. يعني اللي واقف في الكلية الفنية العسكرية يقدر يشوف الميدان كله ويقدر يتحكم فيه كله. فأنا عايز أقول أنه من ناحية الكردون الأولاني والتاني والتالت موجودين وكفيلين بحماية المكان، لكن انا مش عايز انقل المعركه الى معركه عسكريه بينما هي في اساسها معركه سياسيه. فين الناس اللي هم زعماء السلفيين اللي على علاقه كويسه بالمجلس العسكري اللي اتحركوا يوم كنيسه صول شيخ محمد حسان؟ الناس اللي واللي كانوا دايما متعاونين. فين وكيل مجلس الشعب نفسه وهو من فين؟ كل هؤلاء يستطيعون ان يسهموا بهذا بسرعه شديده جدا. يعني المواجهه قبل الكردونات دي كلها فيه مواجهه سياسيه لابد يسمع لهؤلاء الناس. الحاجات اللي لازم تتعمل تتعمل، لابد ان يرضى الفساد، اسراع في وتيره محاكمه الفاسدين. يعني مش كل مره نقول اسراع في وتيره محاكمه الفاسدين ونسكت ونقطه من اول السطر. الاصلاح الحقيقي، طلبات الفئويه، كل الحاجات اللي زي دي لابد ان يبقى فيه احساس بان فدي خطوط الدفاع الطبيعيه. احنا مش خط الدفاع النهائي هو انه ندي فيه الجلد بيحمي والغشاء المخاطي في الأنف بيحمي، ففي حاجات كتيرة ربنا سبحانه وتعالى خطوط دفاعية كتيرة موجودة لازم نعمل. ولازم نتكلم عن الثوار بالطريقة التي تريح الثوار، مش دايما عمال على بطال نقول ان الثوار هم اللي كانوا في 25 يناير ومشوا. لا، الثوار ما مشوش. مش صحيح يعني هذا التعريف وهذا الاختزال وهذا النفي وهذا كل ده بيسبب بؤر أخرى من البؤر الغضب. الغضب الساطع قالت الغضب الساطعات، فالغضب كل مدى بيزداد سطوعا، بيزداد لمعانا، بيزداد توافقا، بيزداد تأثيرا. وبعدين الناس وصلت لمرحلة من المراحل إن هي مش عايزة الحياة دي. إذا أنت وصلتهم إن ما فيش غير الحياة دي، هو مش عايز الحياة دي. عشان كده قلت في البداية دكتورة هالة قالت خبر شديد الأهمية. صحيح. وأنا بضم رأي الدكتور الأستاذ علاء عبد المنعم، بقول لأولادي اللي موجودين في الميدان وخاصة اللي عملوا السياج اللي فصل ما بين المتظاهرين وما بين القوات الوقفة إنهم ينسحبوا فورا إلى ميدان التحرير، لأن في مؤامرة عليهم بتدار دلوقتي وعايزين نعرف مين هم اللي موجودين دول وعايزين بالملسمين دول. لأنه الثوار يا هالة دكتورة هالة، الثوار ما بيخبوش وشهم. أيوة. اللي بيخبي وشه ده عايز يعمل مصيبة. أيوة. فهو ده اللي احنا خايفين منه. الحاجة التانية
انه انا مع خالد السيد لما قال الصبح وهو بينظم المساله دي انه احنا عايزين اللي عاوز يعتصم بالملايين يروح ميدان التحرير وما يقتربش من وزاره الدفاع. الاستعراض ده ان هم يبقوا ملثمين وماسكين الاعلام السوداء ده استعراض، والهتافات اللي انا قريتها لكم